السلام عليكم. وي ما بيسكن السلام، بس عجيب كلمة وسلم. شلونك يا واد يا بشار؟ شلون امبارح؟ وشلون شبيحة؟ اللي هم كلامك. أنت تذكر لما كنا بالجامعة العربية وقلت لكم يومها أن الترك جاي عليكم كلكم يا كلام يا طغاة العرب، وكنتوا تضحكوا يومها كلكم. فأول ما نزل في الأخ زين العابدين، وبعدها حسن مبارك، وبعدها علي عبد الله صالح. وقد يختلف الذات في مدى حضر معك على حد علمي سواد أسرقة وأسيق الغازي وتكتوب وتنصدق وتنصدق. استحي ولا استحي، أنا معي الكتاب الأخضر لكم. استحي، أنا عندي الكتاب الأخضر وقلت بيه إن صنع البصر لن يرجع ونيته، وإن هذا الأدوان سيحصل بيد معمر كذابي، وأنا معي الملايين وأسرقون التطهيرين بيت بيت دار دار شبر شبر زنقة زنقة. أنا أريد أن أسألك سؤال بسيط، ما معنى الكلمة زنقة زنقة؟ يا جدع زنقة زنقة يعني دبوكة دبوكة في جدمي أتفهم؟ سيدي شوف معك لحد علمي ثوار مصراتها ده فوق جوز ممكن تصفي قوانين بجرمك. استحي ولا استحي ولا بطة بطة، انا معي الملايين. لما كان هناك ثوار الأولى كنت أنا وأنت بنسير معه. والله يا ولد لازم شعبك يدوسك، لازم شعبك يدوسك ويذبحك ويكبك ويمسنا. فهمت يا ولد؟ لازم شعبك كله هذا يدوسك. يا ولا هذا الخاين يكون مع امريكا واسرائيل، يا ولا شو تقول امريكا واسرائيل يا خاين؟ زنقة زنقة دار دار، لازم ترحل يا بشار، يلعن المكبور حافظ كلب وخلف جروي. عارف انك نهايتك كريمة او وخيمة، عدو سندوسك والشعب السري لازم يدوسك. لا ترحموا هذا المختار يا شباب، هذا مختار ثورة ثورة ثورة. سيدي شعب سوريا طبعا ممتلك لكي يرضى لهذه المغامرة على سوريا، وهي محاولة لهذا استقرار سوريا وسوف نعمل على زلزال يضرب المنطقة والشرق الأوسط. شباب أنا بقول للخزافي ولبشار، فاتكم الجدار فاتكم الجدار فاتكم الجدار، تكفون تكفون. علي صالح علي صالح علي صالح علي صالح علي صالح علي صالح. أعزائي الشعب السوري، إلى السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس السوري، يا ريت خديها مصر رئيس الجمهورية، إلى أن نقل الشعب.